أهلا بيكم في مجلة الحياة. بدأت حياتها في أكبر وأعرق عائلات مصر وانتهى بيها المطاف في دور المسنين. مش هيفتكرها غير عدد قليل من الجمهور، لكن عشاق أفلام الأبيض والأسود مش ممكن ينسوا واحدة من أشهر فنانات زمن الفن الجميل اللي لعبت دور الأم والحما ببراعة كبيرة، هي المصرية ذات الأصول التركية زينب صدقي. في حلقة النهاردة هنكشف معاكم حكاية الممثلة زينب صدقي قمر الزمالك وخلافها مع الفنانة سهير المرشدي وإزاي انتهى بيها الحال في دور المسنين. قبل ما نبدأ خلونا أولا نرحب بالمشتركين القدام، ولو أول مرة تشوف فيديو لينا فأهلا بيك، وياريت تعمل اشتراك للقناة ونتمنى نشوفك تاني. اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي واختارت اسمها الفني زينب صدقي. اتولدت يوم 15 إبريل سنة 1895 وكانت عائلتها ميسرة الحال فعاشت حياة سعيدة. اتعرفت زينب صدقي بأرستقراطيتها ودايما كانت بتردد أنا مش غنية لكن بحب عيشة الملوك. ما تزوجتش غير مرة واحدة وما استمر زواجها غير 6 شهور ومحدش يعرف مين هو الزوج ولا سبب الانفصال. وتبنت طفلة عمرها 3 سنين واختارت ليها اسم ميمي صدقي. ربتها وعلمتها لحد ما حصلت على الدكتوراه وتزوجت رجل لبناني واستقرت في لبنان. كانت زينب صدقي في شبابها جميلة جدا وحصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1930، وأطلق عليها الجمهور لقب ماما زينب وقمر الزمالك. لكن كانت هتفقد حياتها بسبب عشقها للمسرح، فأثناء تجسيدها دور فتاة بتشنق نفسها في نهاية مسرحية أحدى بنوتردام، لسوء الحظ فشلت خدعة الشنق لأسباب ميكانيكية، وده كان هيعرضها للشنق فعلا مش مجرد تمثيل. حياتها كانت مليانة بالمواقف الإنسانية والفنية، كان أبرزها حرصها على تغسيل صديقتها الفنانة الراحلة فردوس محمد. ومن المواقف المثيرة في سيرتها الذاتية هو خلافها مع الفنانة فاطمة رشدي في بداية حياتهم. فأثناء تمثيل فاطمة رشدي دور في فرقة رمسيس كان صوتها واطي جدا، وده أثر غضب يوسف وهبي وزعق لها، فاتفاجئت بصوت ضحك من خلف الكواليس وميزت من بينهم صوت زينب صدقي، وده أدى لشجار كبير ما بينهم انتهى بفصل فاطمة رشدي من الفرقة. بدأت زينب صدقي مسيرتها الفنية سنة 1917 بالعمل على المسرح، على الرغم من ان اهلها عرضوا دخولها لعالم الفن لانها كانت من عيلة محافظة، لكنها انضمت لأهم الفرق المسرحية في مصر ومنها فرقة رمسيس وفرقة عبد الرحمن رشدي، وكانت متفوقة في المسرحيات الناطقة باللغة العربية الفصحى، ومن اهم مسرحياتها مجنون ليلى، كيلوباترا، والجاه المزيف. وأول أفلامها في السينما كان فيلم كفاري عن خطيئتك، ومن أشهر أفلامها اسكندرية ليه والبنات والسيف، وتميزت بأدوار السيدة الطيبة وأدت دور الحما والأم المحافظة على التقاليد بإتقان. اعتزلت زينب صدقي المسرح اللي بتعتبره حياتها وهي في عز تألقها، وقالت إنها اعتزلت قبل ما هو يعتزلها، وبعدها قررت تعيش في أحد دور المسنين، وكانت بنتها بالتبني بتنزل لها مصر مخصوص كل 3 شهور مع أولادها، ودفعت لها مصاريف الدار وعرضت عليها إنها تسافر وتقيم معاها، لكنها رفضت وقالت عايزة أموت واتدفن في مصر، هوى مصر ليا هو الحياة. وفضل يتردد على زيارتها عدد من الفنانات أبرزهم نادية لطفي ومديحة يسري وهند رستم. كانت زينب شخصية طيبة ودودة جدا وبتقرأ القرآن بشكل مستمر لحد ما حفظته تماما وحفظته لكل زمايلها في الدار. ما اشتكتش طول حياتها من أي أمراض، وكانت بتمارس رياضة المشي يوميا حتى في أيامها الأخيرة، لحد ما رحلت سنة 1993 بعد ما صلت الفجر وارتدت ملابس جديدة وقعدت على سريرها كأنها منتظرة رحلها، وبالفعل رحلت. في النهاية شاركونا برأيكم بأحب الأعمال اللي بتفضلوها للفنانة زينب صدقي، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.